بيبيز، فهاد لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال نهار الحد. شنو كندير الصباح؟ اي نو درت معكم غلط كبير، هو انني ما بقيتش كنحط لكم بزاف حتى شي حاجه في يوتيوب، مع العلم انه هاد لا فيديو كان خاصها تبوستا قبل من رمضان بسيمانه، لكن كنت مريضه صراحه بزاف. يلا دابا بريت شي شويه ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله باش ما كتمناو، وانجوي وما تنساوش ديروا لايك وكومونتير الى عجبكم لا فيديو اوف كورس. بيبيز كاين اول واحد شريتو هو هذا، بحال هكا فريمون كيبان ناتوريل ما كيبانش كاع فيك. صراحه عجبني بزاف، صال كاليتي ديالو زوينه. هاد لي بلون كيجيو زوينين هكا فلا ديكو فلي زيتاجير. اللي عجبني فيه هو انه كيبان ناتوريل. البرايس ديالو كندير بشي 30 درهم، ولكن يستاهل حقاش فريمون الكاليتي ديالو زوينه. از يو كان سي فريمون خطير. ثاني واحد عندنا هو هذا، حتى هو تقريبا داير بحال هذاك الاولاني، غير هذا صغير وهذا واعر حتى هو كما كتشوفوا. حجرات من هنايا كيبانوا طبيعيين، هادو راه بلاستيك زوينين، كيجيو فنينين بصراحه والله الا كيجيو واعرين. داير ب 15 درهم. كاين ذا لاست وان اللي هو هذا، تقريبا داير بحال داك الاولاني اللي وريتكم، غير هذا عاوتاني مختلف شي شويه. هذا كيجي بحال هكايا، في هاد لا ديكو ديال هذا الربيع كيبان ناتوريل، هادشي اللي عجبني فيه صراحه، كيبان طبيعي. حتى هو الثمن ديالو داير ب 15 درهم، بحالو بحال داك الاولاني.
سو مش حال هذه ما مشيتش للعصال. واخيرا بما انه اليوم هذا الصباح هذا تقريبا ساليت كاع داكشي اللي خاصني ندير، دابا قررت انني غادي ندير سبور في الدار. صراحه مش حال هذه ماما كتقول لي علاش كتمشي للعصال، انت بامكانك انك غير في الدار ترينيو في الزنقه، وانا كنقول لها ماما انت ما غاديش تفهمي، خصني انا لي ماشين، لي ماشين خصني ندير ليكس، خصني ندير الفوق، خصني لي ماشين. واخا هو صراحه الا جيت انني نشوف شي حوايج يمكن لي نعوضهم راه يمكن لي نخدمهم غير في الدار، لحقاش عندي طابي وعندي بيسيكليت. فاليوم اليوم ان شاء الله ما غاديش ندير اي سبور، غادي ندير اليوغا. نورمالمون عندي لاصال السيمانه كامله، نهار صباح ونهار عشيه، والسبت تقريبا كتكون عندي لاصال النهار كامل. السبت ملي كنت كنمشي الصباح لاصال كنت كندير اليوغا، دونك ما بقيتش انا كنمشي كاع لاصال نهار السبت صباح. ما عرفتش مزيان كيديروها ولا لا، ولكن حسيت براسي اي نيد ريلاكس حياتي هاد اللحظه هادي. اول حاجه قبل ما غادي ندير اليوغا غادي ندير بيسيكليت، وموراها غادي نجيب الطابي وغادي ندير اليوغا. سو جبت البيسي وغادي ندخلو نشوفو اليوغا في يوتيوب، حيت يوتيوب هو اللي فيه اليوغا. باي ذا واي كنتفرج فواحد الفيلم فريمون واعر بزاف، هو سيري، غادي نخليكم سميتو هنايا ودخلوا تفرجوا فيه وشكروني من بعد. انا وراتولي اختي جات اختي قالت لي تفرجي في لا سيزون الاولانيه باش لا سيزون الثانيه تفرجوا فيها بجوج، جيت انا تفرجت في الاولى وفي الثانيه. اختي مازال ما تفرجاتش في الثانيه باي ذا واي، ولكن كنقول لها راه واعره حيت اختي مازال ما كملاتهاش. ودابا غادي نبدا هاد السيري سميتها ليتل وومن. هاد اللحظه اوبسيست ويت شي حاجه سميتها دراما كوريا، صراحه عندهم لي سيري واعرين. guys finally ساليت اليوغا، صراحه زوينه ما خداتش مني الوقت بزاف، جاست انه الا كنتو باغيين ديروها نتوما في الدار خصكم ضروري ديرو قبل منها لي موفمون، خصوصا الا كنتو اصلا ما كتحركوش ما كتمشيوش لاصال ما كديروش لا مارش ما كتمشيوش بزاف، خصكم ضروري على الاقل ديروا واحد التسخينات باش يلاه تبداوها. هي الصراحه واخا غتبان لكم سهله بزاف، ولكن راه كاينين شي لقطات اللي قطعتهم انا لحقاش كديري فيها دي بوزيسيون اللي ما يمكنليش نبينهم في يوتيوب، انها كترخي لك العضلات كترولاكس، خصوصا الا كانت كتشم موسيقى هادي او زوينه كتدخلي في واحد الفايب زوين. سو بيبيز دابا مسالينا اليوغا، باقي لي بزاف الوقت. اول حاجه غادي نمشي غادي ندير واحد الوصفه اللي غادي نديرها لشعري باش غادي نمشي للحمام، وغادي نجمع معكم الصاك ديالي ديال الحمام، وغادي نوريكم الوصفه اللي كندير لشعري هي القرعه. صراحه الوصفه راه فنه وطولت لي شعري ودارت لي الخلفه وكل شيء. اصلا انا شعري كنت قلت لكم ما غاديش نعاود نصايبو ما بغينا نصبغو لا حاجه، وخا صراحه غير مؤخرا ماما عيات فيا صبغي شعرك صبغي شعرك راه هبط لك اللون، اي سيد نو غادي نخلي شعري حتى يقوى ويولي صحي ما يبقاش مدقدق، لحقاش صراحه خرجت على شعري بزاف، خصوصا انه دابا هاد الشهر باغا انني نديها فيه. نقول لكم ان شاء الله يدخل لكم بالصحه والسلامه باش ما كتمناو. اصلا راه ثقيله عتره فنه 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 غير ريحتها مجهده بزاف،
الا كنتو باغيين ديروها خصكم ضروري انكم تكونوا غادي تغسلوا شعركم من داك الشرفع وديروها غير مره واحده في السيمانه، ما ديروهاش بزاف د المرات. اول حاجه انا دايره في هذه الوصفه دايره فيها الزريعه ديال البصله ودايره فيها قشور البصله حتى هما ان شاء الله مي غتسالى ليا هذه. غادي نعاود ندير معاكم طريقه، غادي نشارك معاكم كل شيء قاش انا فوق ما كتسالي الماما صراحه هي اللي كتعاود ديرها ليا. الثومه والقشور ديال الثومه حتى هما، الثومه كديروا حتى القشور ديالها كديروا فيها كل شيء. ثالث حاجه دايره هي حب برشاد مع المراره، شي كل اللي غنقول لكم راه تقدروا تلقاوه عند العطار من غير حاجه واحده اللي هي المكون الرئيسي ديال الوصفه اللي صراحه غادي تقدروا تبغيو شويه ديال لي مويان باش تشريوها. ديري فيها جوج زيوت، زيت الاولانيه هي زيت ارغان وزيت الثانيه هي زيت البلديه. ديروا زيت ارغان البيور يعني تاخذوها اللي تتكون زيت ارغان ديال اكادير، دايره فيها حتى طابه اللي كيتنفحوها. كاين البنات اللي غادي تجيهم شي شويه في شكل يقول كيفاش طاب الشعر، راه كطول الشعر غير هي كدير حاجه وحده هي انك تبدل لا كولور ديال الشعره ديال الحاجه الخايبه فيها. ثالث حاجه عندنا اللي هي المكون الرئيسي كي قلت لكم هي البوله ديال الجمل والدروه ديال الجمل. الدروه ديال الجمل هي ديك الدروه ديال الجمل اللي تتكون هكا في الظهر ديال الجمل اللي تتكون هنايا تبقاو نقصوا عليها في الجمل، ديك هي اللي دايره انا هنايا. هذيك الدروه ديال الجمل صراحه راه عباره على شحمه كتذوب، هذيك مزيانه الناس اللي فيهم الضيقه. الفوائد ديالها راه زوينه، راه يمكن لكم تدخلوا غير جوجل راه تقراو، راه الله يختار علينا جوجل راه فيه كلشي. والمنافع ديال الدروه ديال الجمل، البوله ديال الجمل حتى هي زوينه غير هي راه واحد الريحه فيها انكرويابل. دونك الا كنتو باغيين ديروها شعركم خصكم ضروري ديروها مره وحده وتغسلوا شعركم مزيان في الدوش مزيان مزيان مزيان. البنات اللي غادي تجيهم شي شويه في شكل يقول لك كيفاش البوله ديال الجمل، واش كتضحكي علينا اولا شنو؟ اي اختي كما كتسمعي البوله ديال الجمل راه مزيانه الشعر وكطولو كطولو بطريقه ما يمكنش انكرويابل. ملي سمعت اصلا البوله ديال الجمل كدير شعر اي واز لايك جميل. كنت انا في مرزوقه كنت كنشوف الناس كيشربوها على الصباح مساكن الناس كيكونوا مراضين وداك الشيء كينصحوهم الناس بها، لحقاش اصلا داك الشيء طبيعي ما كاينش منه طبيعي. البوله الطبيعيه. المكون الاخير اللي هو الزيت ديال الحلبه، الحلبه راكم عارفين المنافع ديالها حتى هي زوينه صراحه الشعر، يعني هادشي كله اللي قلت لكم راه كطول الشعر. وهاد الوصفه هادي راه هي اللي كنت كندير شعري وهي كنت كنقول لكم ديما كنديرها شعري وغنشاركها معكم ها انا شاركتها معكم. وان شاء الله ملي غادي نعاود ندير معكم روتين واحد اخر ديال الدوش غادي نعاود نبارطاجيها حتى هي معكم. I'm talking.